بي وإداريين هذه النهضة، ومباشرة بعد واقعة الاعتداء أعلنت اللجنة العليا للاتحاد اللبناني عن عقوبات بالجملة وصلت إلى حد الشطب، كما تم خصم 6 نقاط من رصيد الفريق وتغريمه بحوالي $7,000. جهة أخرى أعلن الحكم بشير أواسة اعتزاله التحكيم نهائيا عقب الاعتداء الذي تعرض له. تتابعون بالفعل هذه الصور، اللاعبون وراء الحكم، الإداريون وراء الحكم، الكل يبحث عن الحكم الذي نفذ بجلده ربما بمساعدة قوى الأمن. صعب جدا، ستتابعون بعد ذلك الصورة، ستكون مؤثرة للغاية في الواقع، سقوط الحكم والجميع خلف الحكم الاعتدائي عليها.